من وجهة نظري الشخصية، اليوم الصراع في غزة وتأثيراته ليست على العراق فقط، ولكن على مجمل الساحة العربية والإقليمية في الشرق الأوسط. أما بالنسبة لسياسة الإقصاء وسياسة الحروب التي يستخدمها الكيان الصهيوني وأمريكا الحاضنة لهذا الكيان، جعلت من أبناء الوطن العربي والمسلمين أجمع يد واحدة للرد إعلاميا وعسكريا وبكل ما أوتوا من قوة لردع هذا الكيان الصهيوني من التمدد وسياسة التهميش الذي يريد أن يجعلها. ورأي أمريكا في هذه القضية بأن يجعل من قضية غزة قضية مختصرة، ليست قضية إقليمية وقضية تشمل كافة الدول العربية. أستاذ أحمد، وضع العراق خاص كونه يوجد فيه قواعد للولايات المتحدة الأمريكية وقواعد للتحالف الدولي، وتهاجمها فصائل تتهم أنها موالية لإيران، أيضا لا تنسى العلاقة المتوترة بين إيران والولايات المتحدة والعراق بينهما. نتحدث عن كل فصائل المقاومة اليوم، هي بمختلف مسمياتها كان لها ردا واضحا على احتلال غزة ورفضها لهذه السياسات الدموية التي تطيل شعبنا في فلسطين المحتلة. أما بالنسبة للرد واستهداف القواعد، فهذه أمور لكل فعل ردة فعل. فنرى على الساحة العراقية هذه الأيام استهداف كبير لأبناء المقاومة وأبناء الحشد الشعبي، وهنالك كوكبة من الشهداء قبل يومين زفت للشهادة أثر القصف الغاشم. فاليوم نحن بلد ذات سيادة، ذات حكومة مستقلة، حكومة تمثل هذا الشعب، تستطيع بقدرتها وحنكتها إدارة مثل هذه الملفات. لكن هذه الهجمات من قبل فصائل كما قلت تتهم أنها موالية لإيران تحرج الحكومة العراقية، لا سيما في الجانب الدولي والعلاقة مع الولايات المتحدة. لا نستطيع أن نتهم جزافا ونقول أن هذه الفصائل المتواجدة في العراق هي موالية لإيران يعني بكل اتجاهاتها ومسمياتها، ولكن نستطيع أن نجزم بأن لكل البلدان العربية هنالك مقاومة، والمقاومة هدفها واحد هو الاحتلال، كل احتلال يطال هذه البلدان. فهذه عبرت عن توجه وسياسة المقاومين المدافعين عن بلدانهم، الذي يريدون أن يجعلوا من بلدانهم مستقلة بالسيادة وبالقرار وبالتمثيل. أشكرك جزيل الشكر عضو تحالف مدار أحمد الجابري على هذه المداخلة، كنت معنا مباشرة من استوديو قناة اليوم في العاصمة العراقية بغداد.